السلام عليكم. موضوعنا اليوم يتكلم عن السوبر كمبيوتر، الحاسبات الفائقة. أسماء الطلبة: نورس عقيد رجب، زهراء سعد حمزة، هدى حاتم طعمة، قطر الندى صباح اسماعيل. القسم الثالث برامجيات بإشراف الأستاذ أحمد ستار ساجد. Introduction to Supercomputers and their history. مقدمة عن الحاسبات الفائقة وتاريخها. الحاسبات الفائقة شنو هي؟ يعني مثلا نيجي شخص يقول الحاسبات الفائقة شنو هي؟ مجرد بس اسم؟ لا، وإنما كل شيء إلى تعريف. إذن السوبر كمبيوتر شنو هو؟ هو جهاز كمبيوتر يتمتع بقدرات هائلة جدا من البيانات، ولديه القدرة على تخزين كمية كبيرة جدا من المعلومات والبيانات والبرامج. إذن شنو هو جهاز؟ وليش قدرة شنو شي يسوي؟ يخزن كمية كبيرة من المعلومات والبيانات والبرامج، بس بنفس الوقت هو مو مناسب للاستخدام الشخصي أو على مستوى مؤسسة محدودة. يعني ما يقدر أي شخص يستخدمه ولا مؤسسة واحدة يستخدمه، وإنما يستخدمه بين منه بين الدول، حيث يمكنه ربط شبكة كبيرة جدا من أجهزة الكمبيوتر على نطاق واسع. يقول له: تم استخدام مصطلح السوبر كمبيوتر لأول مرة في عالم نيويورك في عام 1929، يعني أول دولة استخدمته هي نيويورك، للإشارة إلى منظمات الجدول العملاقة المصنعة من قبل جامعة كولومبيا. هنا نحن نتكلم عن الحاسبات الفائقة في السبعينيات. يقول له أن أجهزة الكمبيوتر العملاقة اللي تم تصميمها في السبعينيات لم تستخدم سوى عدد قليل من المعالجات. إذن السوبر كمبيوتر في السبعينيات نقدر نقول أنه كان ركيك نوعا ما. بسبب شنو؟ أنه المعالجات ما كانت كثيرة وإنما كانت قليلة. نرجع نقول إذن في التسعينيات بدأت الآلات التي تحتوي على الآلاف من المعالجات في الظهور. يعني بدأ شنو؟ بدأ السوبر كمبيوتر بدأت تتطور، المعالجات بدأت تكثر، وبحلول نهاية القرن العشرين أصبحت أجهزة الكمبيوتر العملاقة متوازية مع عشرات الآلاف من المعالجات المعيار الأساسي لهذه الأجهزة. إلى استخدامات السوبر كمبيوتر أو المجال اللي يستخدم فيه السوبر كمبيوتر، أكيد أكو أكثر من مجال أو أكثر من استخدام للسوبر كمبيوتر. إذن تلعب أجهزة الكمبيوتر العملاقة السوبر كمبيوتر دورا مهما في مجال العلوم الحاسوبية. إذن أول استخدام للسوبر كمبيوتر وين؟ في مجال العلوم الحاسوبية، ويتم استخدامها لمجموعة واسعة من المهام الحسابية المكثفة في مختلف المجالات. إذن شنو؟ إنه هي يستخدموها بمجالات واسعة هواية، ما تقتصر على مجال العلوم بس، لا، وإنما مجموعات كثيرة منها الحسابية المكثفة ومجالات أخرى، بما في ذلك ميكانيكا الكم، التنبؤ بالطقس، يعني الطقس نتنبأ به من خلال منه؟ من خلال السوبر كمبيوتر، مو الطقوس العادية وإنما الطقوس الجوية، وبحوث المناخ واستكشاف النفط والغاز، الجزيئات البيولوجية، البوليمرات والبلورات، يعني بنوعها البوليمرات والبلورات، وأيضا يستخدم وين؟ المحاكاة الفيزيائية مثل محاكاة الطائرات في أنفاق الرياح، ومحاكاة تفجير الأسلحة النووية والاندماج النووي. إذن هذه شنو؟ هذه استخدامات السوبر كمبيوتر. الطالبة قطر الندى صباح، اليوم راح نشرح الجزء الثاني من السوبر كمبيوترز اللي هي الانرجي يوز اند هيت مانجمنت فور سوبر كمبيوترز، الطاقات اللي يستهلكها الكمبيوتر العملاق. يستهلك الكمبيوتر العملاق التقليدي كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، ويحول الغالبية العظمى منها الى الحرارة، الأمر الذي يتطلب عملية تبريد. يعني الكمبيوتر العملاق يستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية لكن يحولها إلى طاقة حرارية، لذلك دائما نحتاج إلى عمليات تبريد. ويمكن أن تكون تكلفة تشغيل وتبريد النظام كبيرة جدا، وتعتبر إدارة الحرارة
مشكلة رئيسية، يعني درجة الحرارة تعتبر من المشكلات الرئيسية اللي تواجهها الأجهزة الإلكترونية المعقدة، وأيضا تأثر على أنظمة الكمبيوتر القوية بعدد من الطرق المختلفة. يعد تصميم الطاقة الحرارية والطاقة المستهلكة لوحدة المعالجة المركزية من المشكلات اللي نقدر نتجاوزها من خلال تقنيات التبريد لهذه الأجهزة التقليدية. السلام عليكم، الطالبة هدى حاتم. اليوم راح نشرح الجزء الثالث من موضوع سوبر كمبيوتر، وهو performance measurement. يقولون هذا الموضوع انه تهدف الحواسيب العملاقة عموما لتحقيق القوة القصوى في قدرات الحوسبة بدلا من سعة الحوسبة. وعادة ما يعتقد أن قدرة الحوسبة تستخدم في قوة الحوسبة القصوى لحل مشكلة كبيرة واحدة في أقصر وقت ممكن، وغالبا ما يكون نظام القدرة والحوسبة قادر على حل مشكلة ذات حجم أو تعقيد لا يمكن لأجهزة الحاسوب الأخرى حلها، مثل تطبيق محاكاة معقد جدا للطقس. وفي المقابل يعتقد أن سعة الحوسبة تستخدم قوة الحوسبة ذات كفاءة غير مكلفة لحل عدد صغير من المشاكل الكبيرة نوعا ما، أو عدد كبير من المشاكل الصغيرة. على سبيل المثال، طلبات دخول العديد من المستخدمين لقاعدة بيانات أو موقع ويب. إن المعمارية التي تصلح لدعم العديد من المستخدمين من أجل المهام اليومية ربما يكون لديها الكثير من القدرات، ولكنها لا تعتبر عادة حواسيب عملاقة نظرا لأنها لا تستطيع حل مشكلة معقدة واحدة. السلام عليكم، الطالبة زهراء سعد حمزة. اليوم رح نتكلم عن سوبر كمبيوتر أبليكيشن، يعني عن تطبيقات الحواسيب العملاقة. في الجدول التالي يمكن تلخيص مراحل تطبيقات الحواسيب العملاقة. في عام 1970 استخدموها بالتنبؤ بالطقس وكذلك في البحوث الهوائية. في عام 1980 استخدموها في تحليل الاحتمالات والحماية من الإشعاع. أما في عام 1990 في كسر كود القوى الغاشمة. في عام 2000 في معاهد الحد من انتشار الأسلحة النووية. في عام 2010 في محاكاة الديناميك الجزئية. يعني دا نلاحظ كل 10 سنوات يصير تطوير للسوبر كمبيوتر. Question about super computer. Number one, is the super computer suitable for personal use? True or false? Number two, the term super computer was used in general 1999 1969 1929. لهنا ينتهي التقرير مالتنا عن السوبر كمبيوتر.